ايوه هذا اللي ما حسبنا حسابه. يا ابو جيت استراح الظهر ان اخويا ظهر عندهم غدا خربوها في نهار رمضان في المواتر متحاشره الظهر 20 واحد داخل. طبعا هم لساني اذا ودي اقطع. انا قلت يا ربع امس قلت الربع اللي بخويني مكه الوعد الظهر هنا يعني موت في مازدا ياخذ 5 اشخاص فجاء حيات 50 شخص. اي والله لا اله الا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. يا ربع انا صراحه مقلب. ايه من مقلب صلوا على النبي. اي هذا انا بالاي انت مربعين ما حد قال مو ماجد لحاله يبي له مرتبه. انا والله انا ترى بس مشرف على الشباب مدرس ولازم اكون قدام مدرس راكب في النص ورا ما يمكن. طيب يا ربع احد يعطينا موتره اجيب اروح عليه. لا جيب والله ما جبته. صدق والله ما جبته. ما احتاج ما يكفي يا اخوي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وفي 3 جايين يعني 12 واحد. حتى لو نبي نلعب مباراه قالوا لا طلعوا واحد. ولا عشان والله يعني يا جماعه تجمعتوا الزحفين انتم. والله يا رب صلوا على النبي. انا والله يوم اسمه انا معلم تراكم وعدنا. ها انا عندكم 3 4 بس ما عندكم 4. لا لا انت هو يا رب عندها مرض انت تدرون فيه مرض جديد ذري. وش اسمه؟ احنا قاعدين نعالج فيه ناس سنوات. شو اسمه؟ مرض اني اجمع تجمع محفوظه. مرض محفوظه اي ودينا عند دكاتره ودينا برا ودينا عند دكاتره شعبيين كويناه ما في فايده. الله يشفيك. عنده لا اله الا الله. دبرنا يلا مسلم. ماكم الا داير يجين. والله اني صادق على كلامكم ذي. يلا الله يقويك. اركب 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 يا مكه اركب. ما تصحي انت بروسه انت بروسه. العيد ان شاء الله عيد العيد وبنعود ليله تضحيه. تعالوا بماجد طبقه معكم قدام عشان الله. ايش قلت؟ بركب معكم قدام. ابي اعتمر بدري انا ما بيتاخر. هذا ما ادري بيعتمرون قبل العيد ولا لا. لا تخلصين لنا داخلين مقام ابراهيم. يلا في مكيف ولا لا؟ عيال صلوا على النبي. ادخلوا لحالي قدام ارتحت. لا والله مالي بالرسميات مالي بالرسميات. والله يلا ادخلوا معي قدام. لا والله لا والله مرتاحين مرتاحين. يلا سوق. وين ابو ماجد؟ لا حر يا ابو سعيد. ها؟ ترى يا ربي ما في مكيف والله. ما في مكيف. مدرسنا حرام. ما في مكيف والله. انا بجي قدام. والدرايش ما تنزل. يعني كيف 1000 كيلو نمشي كذا بدون مكيف؟ اي والله الدرايش خربان. طيب ايش تسوي؟ صاحي انت؟ يا اخوي ايش تريد؟ تجمع الناس هذا اللي تجمعهم كلهم. ما اللي قايل لهم نروح مكه؟ يا اخي انا اللي مرسل 20 ثلاثه ما درت هذا اللي مرسل 20 واحد. يا اخي هذول فاهمين رمضان يجمعنا خطا. فاهمهم كيف رمضان يجمعنا؟ هو اللي مرسل. هو اللي مرسل. هو اللي معلمكم. هو اللي مرسل. هو اللي معلمهم. رمضان. يا اخوي انا مشكلتي مطر لساني. طيب خش السفريه 13 14 جاليات احنا يعني قد سافرنا قرقستان 13 رجال وقفت على خلاص. هذيك المفروض انها تدرس وتتعلم منها. جاليات الدوله داخل الاسلام راح تعلمنا الاسلام. تروح ولا حول يا اخوك. حول يلا انقل روح دور لك. هذا وانا معطيك مرتبه لحالك مرتبه لحالك ترى انت. شوف بس واحد ترى بينك وبينها 10 كيلو هذا ربع يعتمد قبل العيد. من عيد وانت ما بعد.